رحل قلبي واسقي شعرك منه فدم القلب خمرة الأقلام. مصدر الصدق في الشعور هو القلب وفي القلب مصدر الإلهام. وإذا أنت لم تعذب وتغمس قلما في قرارة الآلام فقوى فيك زخرف وبريق كعظام في مدفن من رخام. وإذا القلب لم يرقق بحب حجرته ضغائن الأيام والهوى دون أكبد فليس يحيا فغذاء الهوى من الأجسام. ضحي بالقلب إن هويت فليس القلب إلا وليمة للغاية.